أحداث اللقاء. ضغط قوي وينجح في استعادتها. الآن إمكانية المرتدة، يمر ويلعب كرة بينية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. وستكون هنا رمية تماس. يلعب كرة بينية، لمسة في المساحة الخالية، رأسية مذهلة في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. ياسين إبراهيمي يبحث عن المهاجم. محرز، قد تكون هذه فرصته. يحتسب الحكم ركلة حرة. رياض محرز، شوفوا موتينغ يتعثر ويفقد توازنه. ماندي يحاول أن يلعب كرة بينية. تقدم جميل هنا، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. إبراهيمي، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا. يعيدها إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة طويلة للأمام، كرة على اليسار. كرة من جهة اليمين، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. تلعب الكرة إلى الأمام، يستعيد الكرة بسرعة. رياض محرز، رياض محرز ماندي لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يحاول لعب الكرة بالرأس، يا له من تصدي، وانتهى الشوط الأول.
ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. الجزائر سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكلها. إبراهيمي لم يتعامل معها بشكل جيد. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تسديدة من أول لمسة. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. يدرك جيدا أنه بيسعى أن يهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. جابو موتينغ، فاتت ومرت وصلت إليه. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. أبو بكر، هنا كرة عرضية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. ينطلق إلى الأمام بسرعة، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الكرة ملعوبة من مسافة. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يتدخل بشكل قوي جدا. أبو بكر يلعبها لمنطقة الخطر. لمسة بينية، كرة خطيرة إلى الأمام. كرة إلى الأمام، وصلت إليه. بينية إلى إبراهيمي، يحصل على المساحة. موجود لإبعاد الكرة. أبو بكر يلعب كرة بينية، يسيطر على الكرة. كرة طولية إلى الأمام. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. هنا نيتا ينجح في التصدي. يا له من تصدي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كرة تمر بسلام على المدافعين، يجب أن يكونوا أكثر سرعة في اللعب. محاولة للتدارك في الوقت الأخير. هجمة مرتدة الآن. الجزائر يحتاج إلى الكرة في منطقة الجزاء وبسرعة. يمر ويلعب كرة بينية. وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. بعد ذلك الأداء المميز بدفاع الفريقين، أعتقد أنهم يستحقون الثناء كثيرا على ما قدموه هؤلاء النجوم أو هذه الصخور إذا صح التعبير.